حلو والله، اشي خرافي. العيون كل المتابعين حبايب القلب. السلام عليكم جميعا، كيف اموركم؟ ان شاء الله تمام. رجعنا لكم اليوم يا اخوان، واليوم راح نفوت على الطاوله، طاوله الون ستريك. هاي الطاوله الجديده يا اخوان اللي هي نفسها تابعه لليله مرصعه بالنجوم، نفس الحدث يلي موجود بالوقت الحالي. مثل ما انتم شايفين بيعطينا نقاط 10 نقاط، هنا بيعطينا 20 نقطة، هنا بيعطينا 30، هنا بيعطينا 40، هنا بيعطينا 50 نقطة. إذن المجموع 150 نقطة. تمام تمام. طيب هنا أصدقائي الكرام، عندك أنت كمثال العصا لسه عندك ميلة في المكس، تمام، بدك تمكسها. هنا حلوا لك المشكلة بهذا الحدث الجديد. الحدث هذا صديقي الكريم، يعني انت العصا نهاية اخر صندوق، مثلا هنا هذا اخر صندوق، هذا بيعطيك 4 قطع، شايفين اكس 4 حاطي لك، يعطيك كم؟ 4 قطع. تمام تمام. مجموع النقاط 150 نقطة. تمام كمان تمام. اذا بدك انت صديقي الكريم تمكس هاي العصا، بتلعب جيم كامل تاخذ 4 قطع للعصا، ترجع تشتري كمان 150، بتصير انت اخذ 8 قطع فقط لهاي العصا. تمام تمام. اذا بدك العصايات الثانية بتشتري كل صندوق عن طريق 60 قطعة. بس هاي هي، هنا ينضاف لك النقاط. بدك من الصناديق الثانية تطور بيه عصايات الاخرى الثانيات، طبعا مش لهذا الموسم، عصايات تختلف يعني. تمام. فهذا وضع الشرح بشكل عام أصدقائي الكرام، فخليكم معانا لنبدأ ونقول بسم الله. لايكاتكم يا إخوان للفيديو بالله عليكم، واللي مو مشترك بتمنى يشترك. أهم شيء يا إخوان المشاركات مع الأصدقاء واللايكات للفيديو. في تقصير ترى شوية مع أخوكم فيصل باللايكات، أتمنى ما حد يقصر، طلب أخوي يعني. يا رب بسم الله. ايش هذا الجيم؟ ايش ها وضع الجيم؟ مو حلو والله. طيب خلنا ندخل هاي. بعدين لازم نحاول نفك البلاك بأي ضربة. اللي شوية والله كان بدها ها ونفكينا البلاك. جاية خلص، خليك جاية الدور. أحسها مي جاية. هون هسه على الحركة اللي لازم نفكر بيها، حركة نفوت الدنيا ببعضها ببعضها إن شاء الله تعالى. أهم شي تكون طابت الستة جاية. إيش شوي يرحم يرحم الشايب، شوية كان بدها. طيب هس هس لا يا خصم، لا 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 لنا مجال على الله، ما لنا مجال. يا الله ايش هالحظان.
والله حظي لا اقسم بالله امتحان. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هاي 50 قطعة او 50 بطاقة. يا رب بسم الله. يلا يا قلبي يلا. 513. والجيم حلو، طابات صغيرة حلوة، كبيرة كمان ماشي الحال. فات الخصم ماشي. وش هذا يا عم؟ ضربها شوي شوي. شو عندك؟ قوي حالك شوي، شد همتك. كيف الجو عندكم يا اخوان؟ والله ما شاء الله اليوم عندنا مطر وغيم شتاء الله العظيم. رجع الصيف من جديد. عارف فيصل لابس صيفي ورجع الصيف من جديد. وش امور بخير والله. سكري 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 بس بس تعال. خلاص يا عمري والله كان جابها. والله والله كان جابها. والله كان جابها. مبدئيا خلينا نطلع طابة ال 15. لعبنا تو 3 جيمات يا اخوان قبل هذا الجيم. تمام قدره بيا والله. واحد منهم عربي صراح نزلهم راح نزلهم وامعطهم يخرب بيتهم على هاي السالفة. اي والله ما استنى والله. هذا العربي راح اقول لكم عليه نزلوا بعدين. ما ضرب بند خالص. جيت اني انا طبعا عند البلاك اقصد لعب اول شيء بندات، لكن عند البلاك ايش سوى؟ ما ضرب البلاك بند، سحبه وحط لي اسمايل. والله معك اقلنا خير صوريت وامورك بخير وجهزي لي حالك على ردة فعل اسطورية. بس خلينا افتضيلك. اي والله. هذا من وين؟ روح مع طماط معط. وياك نكون خلصنا من هذا الخير. العصا تعرفون يعني العادة مكس. هاي وضع العصا. إذن أهم شيء عندنا يا إخوان نفوت على الموضوع المهم بهاي الطاولة، هو الإضافة الجديدة اللي هي من تحت. تمام هاي هي نضغط عليها. إذن عندنا 150 كاش مثل منتو شيء، عفوا 150 بطاقة. 150 هذن صديقي، إذا بدك تأخذ 4 قطع نفس ما شرحت لكم بأول الفيديو بإمكانك تشتريها من هين. إذا بدك من الصناديق تشتري. أنا بالنسبة لي كون العصا عندي مكس بشتري من هذا الصناديق عشان يعطيني قطع. يجوز بيعطيني اللي نفس العصا، يجوز يعطيني العصايات الأخرى، فما أعرف خلينا نجرب. هم بعد تشوفونه. ممتاز. أعطاني للعصا هاي حلو. كم بقى عندي؟ 90. نرجع كمان صندوق آخر ونأخذ. إذا العصا عندك ميمك الصديقي، أعطاني هاي العصا كونها تكرار مكس. حلو. هاي العصا كمان بقى منها قطعة يا اخوان. امور جيدة جيدة. فاذا العصا عندك مش مكس يفضل تشتري ال 150 اللي هي اول وحدة هاي. هنا يقول لي بدي يكون عندك تلعب، بدي يكون عندك رصيد،
وبس تضغط عليه تبدأ باللعب من جديد. احنا ما بدنا نلعب خلاص، هيك اعتقد شرحنا لكم الإضافة الجديدة. وإضافة حلوة جدا، وأتمنى منكم الكل يلعب، يكثف اللعبة الأيام، يستفيد من الطاولة، لأنه هنا الإضافة هاي جديدة صديقي الكريم. العصاية كمثال، العصاية بدأ حتى تصير معاك لف المكس، بدأ 20 خاتم، تمام؟ تجيب 10 خواتم مع النقاط هذين من فوق، تشتري بهن ترقيات للعصا، تصير معاك لف المكس. هذا مثال طبعا، فحسب مستوى العصا عندك أنت، كل ما تأخذ خاتم اشتري القطع مع الخواتم أول بأول، رقي إن شاء الله تستطيعون تمكسون العصاية. عشان يصير يعني أنا أتمنى أنه يكون اللي ما عندهم عصاية مكس يصير عندهم عصاية مكس، عشان يقدر يلعب على الطاولات، لأنه الأيام القادمة يا إخوان في شيء خرافي إن شاء الله تعالى راح يصير للجميع، والكل راح يلعب بأريحية. المواضيع الخرابيط يلي عشناها قبل مع أبو الحنافيش وبالخطوط، هاي ساعات قليلة أو أيام قليلة تنتهي نهائيا نهائيا. صبر بس شوي، وإن شاء الله أنزلكم فيديو بشكل توضيحي بالأيام القادمة. فاترككم بأمان الله، كان معكم أخوكم أبو فيصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.